متواصلين حتى للخمسة متاع العشية في عشوية في سيف، نحكي كورة اليوم بعد ما حكينا على الكلوب على السي اس اس، نمشي ونحكي شوية على النجم الرياضي الساحلي وجديد أكيد معنا فرج بوسلامة المسؤول عن مدرسة النخبة بالنجم الساحلي، باش نحكيه معاه على حصول مدرسة ليتوال على ترخيص من وزارة التربية من أجل الاعتماد على هذه المدرسة في المنظومة متاع التعليمية لوزارة التربية. سي فرج أهلا بيك. اهلا وسهلا، تحيه ليك وتحيه لجميع المتابعين ومتابعين الاذاعه. مرحبا بك. دونك به سي فرج، نجم نقول ان شاء الله مبروك الساعه والحاجه، ولو كان تعطينا اكثر تفاصيل على الاعتراف هذا اللي جاكم تقريبا نهارين التالي هكا ثلاث ايام. هو في الواقع التاشيره بتاع المدرسه الاعداديه النجم الرياضي الساحلي، المدرسه الخاصه الاعداديه النجم الرياضي الساحلي، خذت التاشيره في 25 جوان، وكانت هذيك الدات اللي عملنا فيها الكونسي مجالس الاقسام اللي عملنا فيها معادلات ونتائج التلاميذ. التجربه هذه انطلقت تو عندها سنه تقريبا، من 2 جوان بدينا في اعداد الملف الاداري بغرض الحصول على رخصه للكوليج. للاسف طوالت المده شويه، ولكن الحمد لله في اخر المطاف وصلنا وخذينا لوتوريزاسيون هذه. أنا نعتبره أنه الباب هذايا والمكسب هذايا موش كان النجم الرياضي الساحلي برك، ولكن نعتبروه فتح طريق للعائلات الكل والشبان الكل اللي عندهم برنامج ومشروع رياضي يروه في رواحهم ويروه في مستقبلهم. توانسة الكل تعرف، المتابعين متاع الكورة والمجال الرياضي بصفة عامة يعرفوا أنه للأسف الشديد الصغيرات هذوما وقت اللي يدخلوا في التكوين الرياضي يبدأوا بشوية بشوية يبعدوا على القراية. احنا عملنا دراسة في مركز تكوين الشبان على الوليدات اللي يدخلوا المركز، وقينا انه كل عام يزيدوا يقدموا، كل عام المعادلات بتاعهم تبدا تنقص حتى لين يوصلوا العمر بتاع 15-16 سنة اللي هو العمر بتاع الكادي، ويبدا الاقلاع الدراسي وتوقف عن الدراسة. بالنسبة لنا احنا عندنا الهدف الاولاني، عندنا واجب اخلاقي تجاه الوليدات هذوما، ما يلزمش حلمهم الرياضي يحرمهم من الدراسه بتاعهم ومن مستقبلهم الدراسي، على خاطر حاجه مهمه جدا كسوة في حياه الصغيرات هذوما، في حياه العائلات ولا حتى في حياته الكرويه. هذا هي المعطى الاولاني. المعطى الثاني، اليوم الناس الكل تعرف انه الفرق الكبرى ما عادش تطلب كان المؤهلات الفنيه والبدنيه للاعبين، خاطر ديزيكيب اوروبيان ولا الجمعيات الكبيره اللي تنتدب ملاعبيه من افريقيا ولا من تونس ولا من المغرب ولا من شمال افريقيا وغيره، ما عادش يركزوا على المؤهلات هذه برك، ولكن يهتموا ايضا بمستوى التكوين، الذكاء الدراسي، الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي تاع الملاعبيه هذوما، خاطر يحطوا فيهم في برشا فلوس، الاف فواغ دي مليون دورو، ويحطوا في البسيار يلقى عنده مشاكل تاع تأقلم، مشاكل تاع تواصل، لانفستيسمون نتاعو يعتبر فاشل. لذا اليوم مدرسة النجم الرياضي الساحلي الكروية ومدرسة النجم الرياضي الساحلي التربوية حبت تزيد دعم العنصر هذايا اللي هو التكوين المدرسي والتكوين الذهني والتكوين العاطفي والتكوين الاجتماعي للصغيرات هذوما، باش توفر لهم اوفر الحظوظ في النجاح في حياتهم. اخر هدف اللي خدمنا عليه الكوليج هذايا هو استعداد النجم الرياضي الساحلي، وهو هدف استراتيجي في الواقع، استعداد النجم الرياضي الساحلي للاحتفال بالمئوية بتاعه في احسن حلة وفي احسن وجه، والجينيراسيون هذه باذن الله باش تكون متواجدة في فريق الاساسي النجم الرياضي الساحلي في المئوية بتاعه، ونعاولوا انها مئوية تكون كبيرة وفيها برشا القاب بالاعتماد على الشبان هذوما وتوفير احسن تكوين وتقصير ممكن. بعد 5 سنوات اكيد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هذا سوكي كوريسبون لعمرهم، يعني احنا عندنا 7 يمني و8 يمني و9 يمني، يعني انطلاقا من عمر 12-13 سنه حتى 16-17 سنه، في الخمس سنين هذوما الوليدات هذوما الخصوصيه بتاع المعهد هذا انه اولا يحترم البرامج الرسميه اللي تعتمدها وزاره التربيه، ولكن فيه ديزاميناجمون اوغاغ وفيه تصرف في جداول الاوقات بطريقه انه خلاتنا نجم نزيدوا في عدد التدريبات، يعني الوليدات يدخلوا الصباح يعملوا ليزونترينمون تاعهم تتيام وتيام وتيام، والعشيه يترناو في اطار السونتر دو فورماسيون تاعنا. حاجه اخرى نحب ناكد عليها، وهذا علاش نعتبروا انه المشروع مهم وعنده قيمه اضافيه مهمه جدا، هو انه الى حد الان منظوماتنا التكوينيه بالنسبه للشبان تعتمد على تطوير الكفاءات الفنيه والبدنيه فقط. الوغ كو اليوم لو فوتبول مودرن سي فوتبول انتيليجون، اليوم نتحدثوا على الكوسيون
d'intelligence footballistique, نحكيو على الكوشيون دانتيليجونس ايموشنيل والكوشيون دانتيليجونس سوسيال. هذوما يلزمهم عناصر لازم تتوفر في الشبان هذوما باش ينجموا يمشيوا لبعيد في الاحتراف وفي كارير ان شاء الله في اكبر البطولات. ما شاء الله سي فرج فغالي جبت على كل الجوانب ما خليتيش حتى نسال. يا خويا تفضل سؤالاتكم في كل وقت. على كل حال بارك الله فيكم انتم زاد الصحفيين والاعلام دعموا المبادره هذه ودعموا الفكره هذا واجبنا اكيد وان شاء الله نشوفوا ما يش حكر على النجم الرياضي الساحلي بالعكس ما تنجم كان تحمي مستقبل الوليدات هذوما اللي مغربيين مهم جدا خاطر نعرفوا عائق كبير الوقت والقرايه برشا ما يلقاوش كيفاش يتدربوا كيفاش يتراناو عائق كبير في تونس الكل هذا مش كان في تونس بالضبط للاسف منظومتنا التربويه صحيح. ما تعطيش فرصه لوليداتنا اللي عندهم مواهب كسوا رياضيه ولا غيرها زاد راهو يعني فما برشا وليدات عندهم مواهب فنيه عندهم مواهب متعدده لكن الزمن المدرسي يخليه لازم يختار يا هكا يا هكا وهذا نعتبروه معناتها عائق باش صغير ينمو ويتطور مش كان في القرايه برك مش كان المدرسه برك ولكن في هواياته وفي مؤهلاته وفي المواهب اللي تنجم تكون عنده. واضح يعطيك الصحه شكرا لك سي فرج على كل التفاصيل وبالتوفيق لكم. بارك الله فيكم على الاتصال. وللنجم الساحلي ان شاء الله. فاصل موزيكا ثم